وانا قاعد شغال على الكمبيوتر في امان الله، لا بيا ولا حواليا، فجاه الكهرباء قطعت. طبعا الساعه ما كانتش لسه جت الا 10، ولكن الحمد لله قدرت احفظ البروجكت اللي شغال عليه، ده غير كمان ان قفلت الكمبيوتر بالشكل الصحيح، وكله طبعا بفضل ربنا. ثم الجهاز المنقذ ده، وهو اليو بي اس. الجهاز ده انا حاطه تحت المكتب وموصل على طول الكيسه دايركت بيه، عشان لو الكهرباء قطعت يحميني من انقطاع الكهرباء المفاجئ. ولو كنت فاكر ان دي وظيفه اليو بي اس فقط فتبقى غلطان، لانه ليه مزايا كتير هنوضحها مع بعض، وهقول لكم ليه انا اخترت PC. وخلونا بالمناسبه بقى نشكر شركه ايجيبت لابتوب راعي الفيديو ده. رحت هناك وشفت اشكال كتير من اجهزه اليو بي اس، فكل دي اجهزه بيتم استخدامها لحمايه الاحمال الحساسه والاجهزه اللي ما ينفعش الكهرباء تقطع عنها، زي السيرفرات ومراكز البيانات وشبكات كاميرات المراقبه الموجوده بالاماكن المهمه والاجهزه الطبيه في المراكز والمستشفيات وفي البنوك والمؤسسات. فالموضوع مش مقتصر على ان عندك كيسه كمبيوتر وعاوز تحميها وخلاص، فنقدر نعتبر اليو بي اس ده زي الباور بانك، ولكن هنا انت مش هتفضل شغال عليه فترة طويلة. وخلونا اقول لك ازاي تقدر تختار اليو بي اس المناسب ليك، وايه هي التفاصيل اللازمة من غير اي تعقيدات، وبكل بساطة وبدون ما ندخل في تفاصيل كتير ملهاش لازمة عشان ما تتوهش معايا. فالاول كده اعمل لنا لايك للفيديو وعرفكم ليه اخترت اليو بي اس ده بالتحديد، وازاي كمان شغلت عليه مروحة، ولما اشتغلت على الجهاز قعد معايا فترة قد ايه. كل دي تفاصيل هنشوفها بعد الانترو. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي. وخلونا اقول لكم انا ليه اخترت APC. APC تبع شركة شنايدر الفرنسية، شركة معروفة وعريقة، وسياسة الضمان فيها سنتين استبدال، ودي من الحاجات الجميلة جدا جدا للجهاز ده. يعني لو حصل فيه اي مشكلة في بطارية، في بوردة، في اي حاجة جوه، مش هتتصلح، هي هتستبدل بحاجة جديدة طالما ان في عيب صناعة. كمان اليو بي اس هو مش مجرد زي ما قلت لك بيحمي الجهاز من انقطاع التيار الكهرباء المفاجئ فقط، هو في بعض المزايا التانية زي AVR تكنولوجي، ده اوتوماتيك فولتج ريجوليتور، ده منظم الجهد التلقائي، بحيث ان هو لو حصل في اي تغيرات في الجهد فده بينظمه بشكل تلقائي عشان ما يحصلش اي مشكله في الجهاز عندك. كمان في السيرج ريستور او سيرج بروتكشن، اللي يعني ممكن عندي تحفظ لها للاجهزه اللي بتبقى اندور قوي، هي دي الاوفر فولتج، ولكن عشان ما نخش في تفاصيل ملهاش لازمه يعني. فالسيرج بروتكشن برضو بيحمي الجهاز من ان الكهرباء مثلا لو قطعت وجت عاليه، ان هو ما يحصلش اي مشكله عندك في الكمبيوتر بتاعك او الجهاز اللي انت موصله باليو بي اس. طبعا في طبعا انديكيتور وفي مؤشرات، حاجات هنشوفها كده دلوقتي مع بعض. وفي اربع فيش، والكيبل اللي فيه متين جدا لكنه مش طويل قوي، تقريبا 110 سم. والجميل هنا بقى اللي عاملاه شنايدر وموضحها على العلبه، ان عامله لك القدره هنا مش بالفولت امبير فقط، هتلاقي عندك هنا 2200 فولت امبير و 1200 واط. ف 1200 واط دي هي القدره الحقيقيه للجهاز او القدره الفعليه يعني. اما الريتد باور بالفولت امبير هتلاقيها في اغلب اجهزه اليو بي اس بيعبروا عنها، ودايما هتلاقي الفولت امبير او القيمه اللي بالفولت امبير اكبر من القيمه اللي بالواط، لان الواط بنحسبه بان احنا بنضرب القيمه بتاعت الفولت امبير في باور فاكتور، والباور فاكتور ده غالبا بتلاقيه اقل من الواحد الصحيح. فانا هي بتلخص لك الدنيا، بتقول لك ان هو ده 2200 فولت امبير وبيدي لك 1200 واط. طيب انا كجرنوسي اخترت الجهاز ده ازاي اصلا على البي سي بتاعي؟ هقول لكم بكل بساطه وبدون اي تعقيدات. الباور سبلاي عندي 1000 واط، والجهاز عندي ما بيسحبش ال1000 واط، انا جايب الباور سبلاي. او دايما لما بنيجي نعمل تجميعات بقول لكم اختاروا الباور سبلاي مش يكون على قد التجميعه بالظبط، اختاروا كده زياده 20-30%. لو حبيت تطور مستقبلا بكارت شاشه قوي مش عارف ايه، خليك من 40-50%. فانا هنا عامل حسابي ان انا لو عملت ابجريد في المستقبل ما اروحش اغير الباور سبلاي، فضامن ان انا لو اشتريت اليو بي اس بنفس القدره اللي موجوده في الباور سبلاي فهو هيكون كافي للجهاز بتاعي. فانت باختصار شديد شوف الباور سبلاي عندك كام، لما تشتري اليو بي اس قول للراجل او المكان اللي بتشتري منه انا الباور سبلاي عندي قدرته كذا، وهات اليو بي اس قده او اكتر منه ب 10-20%. وهنا كاتب لي اب تو 174 دقيقه ران تايم، وقت تشغيل، هل فعلا بيقعد معايا 174 دقيقه؟ لو جيت بقى بصيت ورا كده هتلاقي هنا ان هو حاسبها لاقل قدره 40 واط يشغله 174 دقيقة، وطبعا انا الجهاز مش هيستهلك عندي 40 واط اطلاقا، فهو بيحسب اقل حاجة عشان يظهر لك الرقم الكبير. ولكن زي ما قلت لك هو الجهاز مصمم ان هو في حالة الانقطاع المفاجئ الجهاز او الكمبيوتر بتاعك ما يفصلش، لان الباور سبلاي بيكون لسه فيه شحنة ومتوصل طبعا باليو بي اس، فالجهاز مش هيتقطع عنه الكهرباء. فبيبقى معاك 5 دقايق 10 دقايق تلحق تظبط دنيتك كده وتحفظ اعداداتك وتقفل الجهاز بتاعك بالشكل الصحيح، لان انقطاع الكهرباء ممكن يضر اي قطع عندك، ممكن يطير لك المذر بورد، ممكن يطير لك هارد، ممكن يطير لك الباور سبلاي لو طبعا كان كويس عندك فيه الجهاز، لان هو بمثابه درع الحمايه بتاع الكمبيوتر. ولو هتسالني اليو بي اس قعد معايا قد ايه في حاله فصل الكهرباء، فجربت اشتغل على بروجكت 4K قعدت
قعدت حوالي 5 دقايق على بال ما جمعت الماتيريال وعملت رندر في حوالي 11 دقيقه، فقعد معايا اكتر من ربع ساعه ومفيش في مره فصل معايا فجاه الحمد لله. هتلاحظ كمان ان في هنا مروحه ورا، لاحظت ان هي مش بتشتغل غير لما ضغطت على الجهاز. انا سبت هنا حوالي 10 دقايق ربع ساعه كنت بعمل رندر لفيديو وكان في صوت غريب بيحصل، فلما قربت شويه كده لاحظت ان ده صوت المروحه، وهسيبه لك كده كام ثانيه عشان تحسوا معايا. بخصوص الصوت ده هتلاقوه بيتكرر معاكم كل 30 ثانيه تقريبا، فده مش حاجه خطر على اليو بي اس ولا حاجه، ولكن هو بينبهك بس ان الكهرباء فصلت وان اليو بي اس هو مصدر الطاقه دلوقتي. عشان تعمل له ميوت بتيجي تهولد على زرار الباور كده، اول ما تسمع التكه دي كده او ما تسمع البيب دي كده، فكده هو اتعمل له ميوت، فكده الجهاز هيفضل شغال، وكل اللي هيعمله ان الليدات دي هتنور وتطفي بس بدون ما تعمل الصوت المزعج بتاعه، فهو مجرد تنبيه فقط. زي ما انتم شايفين مفيش صوت دلوقتي. طيب حبيت افصل اليو بي اس، بفصله ازاي؟ بفضل اهولد على زرار الباور بالشكل ده، ومع اول بيب وتاني بيب كده بسيبه، فكده هو فصل باور. حبيت اشغله بهولد على زرار الباور بالشكل ده لمده 3 4 ثواني، وبعد كده الجهاز بيفتح معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كمان انصحك بانك تشوف الداتا شيت او دليل الاستخدام بتاع الجهاز، لان في بعض التعليمات اللي اكيد هتفيدك. ومن خلال الويب سايت الخاص باليو بي اس في جراف بيوضح بشكل تقريبي الوقت اللي هيشتغل فيه اليو بي اس على حسب استهلاك الوات للجهاز اللي انت موصله بيه. في عندك ورا كده هتلاقي قطعه صفراء، القطعه دي شنايدر عاملاها عشان البطاريات ما تكونش شغاله على الفاضي، فلما تشتري الجهاز وقبل ما تشغله شيل القطعه الصفراء دي ووصلها كده لجوه، فكده انت وصلت البطاريات. بعد كده وصل الجهاز بالفيشه وسيبه يشحن بتاع 10 ساعات 12 ساعه، وانا في حالتي سبته اكتر من 16 ساعه عشان اضمن ان البطاريات تكون مشحونه بالكامل. وهتلاحظ في زرار ورا كده اسود، ده سيركت بريكر، وظيفته زي اللي موجود في مشتركات شنايدر برده اللي هي اي بي سي، ان لو حصل اوفر لود او بالبلدي كهرباء زي كده دخلت على الجهاز ما تروحش ليه الاجهزه المتوصله، فالزرار ده كانه سوسته كده بيفصل تماما الفيش اللي موجوده في اليو بي اس. والجهاز فيه اربع فيش زي ما احنا شايفين، وفي اماكن للتهويه من الجزء اليمين والجزء الشمال. وهتلاحظ في اول كام يوم كده ان في ريحة شياط شوية او ريحة البلاستيك الجديد، فدي بسبب السخونية بتاعت الجهاز اللي هي اول مرة، خاصة لو انت حطه في مكان بقى مقفول هتشم الريحة دي اول ما تدخل الاوضة بعد فترة. فما تستغربش ولا حاجة، الجهاز معايا بقاله اكتر من اسبوع وما فيهوش اي مشاكل، والسخونية اللي موجودة فيه دي عادية. طبعا في بقى بعض الناس ممكن تقول لك انا هجيبه واشغل عليه بقى مروحة واشغل على اجهزة تانية، شغل عليه عادي مفيش مشكلة، ولكن يعني انا بفضل انك تستعمله للكمبيوتر فقط او لتلفزيون مثلا، انما ما جيش تستعمله على تلاجة، ما تستعملوش مثلا على بويلر دفاية. وانا جالي فضول الصراحة ان انا اجربه على مروحة، المروحة الفريش البوكسر دي اشتغلت معايا عادي، ولكن لما اشتغلتها على الاول كان في زنة بسيطة كده، وقعدت شغاله معايا فوق التلت ساعه واليو بي اس ما فصلش، ولكن ساعتها كانت الكهرباء جت. ولو انت لسه محتار فهسيب لك لينك بوصف الفيديو تقدر تختار منه اليو بي اس المناسب ليك من شنايدر، وهسيب لك برضو لينك لموقع ايجيبت لابتوب وصفحتهم على فيسبوك. لو عندك اي استفسار بخصوص اي جهاز عندك وعاوز تشتري يو بي اس مناسب ادخل كلمهم هيردوا عليك ويرشحوا لك الجهاز المناسب. وبالمناسبه انا لقيت الجهاز ده عندهم فتره عروض هم عاملينها اليومين دول بسعر ارخص من الموجود على امازون او في ستور ثانيه بحوالي 500 جنيه، وعندهم كمان مجموعه كبيره من أجهزة اللابتوب ومن شركات مختلفة، وفي أكتر من كاتيجوري للكمبيوتر والشبكات خاص في الويب سايت. ولو حبيت تكلم أي حد من خدمة العملاء تقدر تتصل بيهم على 15240، وأكيد هسيب لك رابط الويب سايت في الديسكريبشن. فالحقيقة الجهاز ده لازم تحطه في اعتبارك إنه يكون جزء أساسي زي ما بتختار القطع بتاع الجهاز بتاعك، لأن في ناس بتروح تشتري كمبيوتر بتسترخص في الباور سبلاي وده غلط تماما، في ناس بقى دلوقتي تروح تشتري الكمبيوتر تجيب باور سبلاي كويس وما تجيبش أصلا يو بي اس. فلو كنت عاوز تحافظ على شغلك أو تحافظ على الجهاز بتاعك والقطع بتاعته فلازم تحط جهاز اليو بي اس في اعتبارك، خاصة لو كانت الكهرباء عندك بتقطع او في منطقة الكهرباء فيها مش منتظمة. فبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، في النهاية بقى العجوة متنساش من اللايك الجميل والشير المتين، ولو عندك اي استفسار اي اقتراح اكتبه لي من خلال التعليقات سواء كان بخصوص اليو بي اس او بخصوص اي حاجة تاني. واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.